وفي ظل الاضطرابات الجارية في البحر الأحمر، اتفقت الأردن مع مصر على الشحن عبر خط النقل البري والبحري التابع لشركة الجسر العربي بحسب وزيرة النقل وسام التهتموني. من جانبه كان قد كشف عدنان العبادلة المدير العام لشركة الجسر العربي في الأردن في مقابلة مع الشرق، كشف أن المملكة اتفقت مع مصر على تشغيل الخط العربي لنقل البضائع التجارية بريا وبحريا بين مدينة العقبة جنوب الأردن ومدينة نويبع في مصر. ويذكر أن الاتفاقية وقعت قبل عامين وتم الانتهاء من التشريعات والترتيبات المتعلقة به قبل حدوث التوترات الجارية في البحر الأحمر. كما اعتبرت الوزيرة الأردنية أنه لن يكون هناك تأثير كبير لتحويلات الملاحة في مضيق باب المندب على صادرات وواردات المملكة الأردنية، إلا أنها أشارت أيضا إلى أن 65% من البضائع تأتي عبر البحر الأحمر. تفضل محمد. تنضم إلينا من عمان دانيال معايطة مراسلة الشرق للأخبار. أهلا وسهلا بك دانيا. ما تفاصيل يعني هذه الاتفاقية دعينا نقول والتي جاءت في توقيت نشأت فيها هذه التطورات في البحر الأحمر؟ نعم، أهلا بك محمد. يعني كما تحدثت، يعني هذه الخطة جاءت في ظل التوترات التي تشهدها أو التي يشهدها البحر الأحمر، لذلك تم إنشاء خط بديل. هذا الخط البديل جاء بعد إغلاق عدد كبير من الشركات الكبرى داخل يعني لأعمالها داخل البحر الأحمر، إضافة إلى مضيق باب المندب. هذا الخط مسار عمله سيكون من ميناء العقبة متوجها إلى ميناء نويبع ومن ثم إلى الموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض مثل بورسعيد ودمياط والإسكندرية. يعني هذا أيضا خط النقل أو الشحن البحري، وسيكون هنالك أيضا بري. كان هذا الاتفاق بين الأردن ومصر لزيادة التنافسية في مجال النقل والشحن البري والبحري للأردن. كما قلت أيضا، يعني 65% هي من واردات الأردن عبر مضيق باب المندب، هذا أيضا يعني رقم مهم. لذلك بحث الأردن عن بدائل حتى لا يؤثر على سلاسل التوريد والاقتصاد الأردني. يعني إذا أردنا أن نقول عن هذا المشروع، عن مدة الشحن ستتراوح ما بين 18 يوما إلى 20 يوما لوصول الشحنات. سيساهم أيضا في وصول الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إلى دول أوروبا. يعني هنالك تم الاتفاق على أمور أو تسهيلات بين الجانب المصري وبين الجانب الأردني فيما يخص بعض الإعفاءات، فيما يخص بعض التسهيلات أيضا على عمليات النقل وعمليات الشحن، عمليات التوزين. سيكون هنالك من جانب ميناء العقبة تخصيص ساحة كبيرة كاملة يعني منفصلة عن الشحن إلى نويبع بخصوص هذه الشاحنات. سيكون هنالك أيضا تخفيض على الرسوم بقيمة 20% من الموانئ المصرية للأردن. سيكون أيضا على الجانب المصري هنالك إعفاءات، وسيكون هنالك تخفيضات على بعض الرسوم. طبعا بكل تأكيد يعني محمد هذا أشكرك على هذه التفاصيل دانيال لضيق الوقت المعايطة مراسلة الشرق للأخبار على وضعنا فيه تفاصيل هذا الاتفاق. كنت معنا مباشرة من عمان. وللحديث عن آخر المستجدات فيما يتعلق بمشاكل ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي. مرحبا بك دكتور كريم. دكتور كريم، يعني بداية أود أن أسألك عن هذه المشكلة، هذه الأزمة الحادثة، البحث عن حلول أو عن بدائل من قبل الدول. إلى أي مدى أن يكون مرجح أن يكون هذا الأمر مؤثر على المدى الطويل بخلق بؤرة ربما تؤثر على الانسيابية في الحركة التجارية ما بين الدول؟ يعني هل نحن بصدد بؤرة جديدة ربما قابلة للاشتعال أو الانفجار ربما في أي وقت حتى وإن هدأت يعني خلال الأيام المقبلة؟
يعني طبعا انا في البدايه يعني ما اقدرش انكر على ان مقام بيم ميليشيات الحوثي او جماعه الحوثي عملت تهديد بشكل او باخر للسفن التي تمر من مضيق باب المندب. طبعا ما نقدرش ننكر ان يمكن الوضع حساس او نقدر نقول عليه ده تهديد لسلاسل الامدادات العالميه، خاصه واحنا داخلين على فصل الشتاء، ويمكن امدادات الطاقه والبترول والغاز المسال على وجه الخصوص مهمه جدا 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 للاتحاد الاوروبي ودول اوروبا، وبالتالي يمكن دول اوروبا أكثر الدول التي تخشى على واردتها من الطاقة في الشتاء إن هي تتعرض للتضييق أو تتعرض للتأخير. وبالتالي يمكن إحنا شفنا يمكن إن حدث تأثير محدود، أنا لازم نحدد إن تأثير محدود في مجموعة أو عدد من السفن يمكن خافت أو حست إن في مخاطرة إن هي تمر في مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر، وبالتالي شفنا عدد من السفن حولت مسارها. ولكن يمكن يعني برضو سمعنا أخبار إن شركة ميرسك امبارح أو أمس قالت لا هتعيد تاني ان هي تمر في البحر الاحمر، خاصه يعني لدينا إن عايز اقول دي نقطه ما تخصش لدينا يعني وقت قصير جدا. احداث البحر الاحمر، باب المندب، حركه الشحن، احداث غزه، اذا سمحت لي، ممر الهند اوروبا قبل 7 أكتوبر التي كنا نتحدث عنها وطريق التنميه، كل هذه العوامل الجيوسياسيه الان كيف ستغير مشروعات النقل في منطقة الشرق الأوسط؟ يعني طبعا أكيد الممرات اللوجستية في غاية الأهمية، ويمكن في دول ابتدت تبحث وتخش في شراكات وعمل ممرات جديدة وممرات لوجستية وتجارية بحرية أو برية. يمكن طبعا الخبر اللي كان منذ قليل الأردن مصر العراق، كان في تدشين تحالف اقتصادي بينهم أن يكون في بينهم نوع من أنواع التجارة وعمل ممرات لوجستية بينهم وبين بعض يعني. ويمكن أن الأزمة اللي حدثت في البحر الأحمر شجعت مصر والأردن، رغم أن الاتفاقيات كان بقالها سنين، ولكن ابتدت تسير تأخذ مسار جدي أكثر أو ابتدي يتفعل بشكل أكبر، خاصة أن يمكن صادرات الأردن، يمكن الأردن يعني لديها حجم تجارة مع العالم 40 مليار، مصر لديها حجم تجارة مع العالم ما يقترب من 140 مليار أيضا، يمكن العراق أيضا لديها صادرات مع العالم تتجاوز 200 مليار، وبالتالي تلك الدول واردتها وصادراتها يجب أن تبحث عن طريق آمن ومستمر. يمكن كان الممر أو الجسر التجاري العربي يمكن هو على أرض الواقع الآن موجود بين الأردن وبين مصر، بين ميناء العقبة وميناء نويبع، بحكم أن هم الميناءين دول بيتمتعوا بوضع لوجستي وأهمية قصوى، لأن هم يمكن نقول عليه بوابة الدول العربية بينهم وبين بعض على البحر الأحمر. إحنا شفنا أن يعني الفكرة الجسر المقترح التجاري أنه ينقل البضائع من المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن، يمكن تستغرق الحاوية 7 ساعات علشان تصل إلى ميناء العقبة، تمكث في العقبة 24 ساعة، تأخذ 3 ساعات عشان توصل ميناء نويبع، ومن ميناء نويبع تنقل بري إلى ميناء اسكندرية أو دمياط أو بورسعيد، وبالتالي تنقل بحري لمدة لا تتجاوز 15 يوم إلى الساحل الأمريكي. شكرا لك دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، للحديث حول هذه الاتجاهات. مشاهدينا